أبعد الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس مطلوب للإنتربول. نصر الله يتحدث عصراً باحتفال يوم القدس في مارون الراس. آلاف الفلسطينيين يتوافدون إلى الأقصى في الجمعة الأخيرة من رمضان. أهلا بكم في نشرة الظهيرة من قناة الجديد. بعدما أظهرت التحقيقات في مرسوم التجنيس أن عددا من الأسماء تدور حولها شبهات، أعلنت أحزاب الكتائب والقوات والاشتراكي أنها تمنت على رئيس الجمهورية إلغاء هذا المرسوم وإصدار مرسوم آخر يتضمن فقط الحالات الخاصة جدا ولأسباب إنسانية محددة جدا ومتوافقة مع مقتضيات الدستور اللبناني ومعايير منح الجنسية اللبنانية، خصوصا في الظروف الحالية التي يضيق فيها لبنان أصلا بسكانه. أما في شأن مرسوم التأليف فأنه يشهد مفاوضات مكثفة أجراها أمس غطاس خوري مع كل من ملحم رياشي والبفاعور علي حسن خليل للبحث في حل العقد، لا سيما عقدتا القوات والدروز والمقعد السني المعارض. وما بين هذه الانشغالات شيعت بلدة بريتال الطفلة رؤى مظلوم ابنة الأربع سنوات والتي سقطت برصاص طائش على خلفية حادث فردي على أفضلية المرور. إذن الطفلة رؤى نصار مظلوم ضحية للرصاص الطائش وأهالي بريتال يطالبون ضبط السلاح المتفلت. ذبلت عينا طفلة السنوات الأربع رؤى نصار مظلوم باكرا وودع وجهها البريء ملامسة يد والدتها للمرة الأخيرة. شيعت رؤى في مأتم مهيب بعد أن سقطت ضحية السلاح المتفلت والرصاص الطائش على خلفية حادث فردي على أفضلية المرور بين شابين من آل مظلوم واسماعيل في ساحة بلدة بريتال. والدولة اللي عم تبعث له المصاري ليضلوا يقتلوا الناس، لا الحرمية ولا تجار السلاح ولا تجار الحشيش، هي اللي عم تقبضهم ليضلوا يقتلوا العيون من سلاحها المتفلت. الله ينتقم منهم جميعا. شو بدنا نحكي ونقول؟ حرموها لأهلها طفلة عمرها 4 سنين، دمروهن وعم تلعب قدام الباب، شو صار معها؟ فجأة طلع رصاص ما لحقوها أهلها، ضلت بأرضها دغري. شارك في موكب التشييع رئيس بلدية بريتال الشيخ أحمد إسماعيل وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة وفعالياتها، وقد تم تسليم الجاني المدعو عماد إسماعيل إلى الأجهزة الأمنية من قبل عائلته، كما بادر والده إلى تقديم واجب العزاء ضمن وفد من آل إسماعيل لعائلة الضحية. يجب أن يكون هناك ميثاق شرف حتى نضم هؤلاء الزهران والطرقات، هؤلاء اللي عم يجيبوا لنا المشاكل مفروض انهم ينحطوا لهم حد، ينحط لهم حد من الناس او من الدوله، الدوله سلام على الدوله، عم نحكي من الناس، والا لانه هيدي الاضرار عم ترجع على انفسنا علينا نحن. بدي اتوجه بهي الصرخه الى الراي العام ببريتال بكل المنطقه، كفى جاهليه، كفى تخلفا، كفى جهلا، بكفي. شو ذنب الطفولة أن تكون ضحية شجار ما له قيمة ما له معنى؟ كل مرة وكل جمعة وكل 10 أيام إلا نطلع مع واحد أزعر من هون أو أزعر من هون، بروح بلاي شو السبب؟ مرجع من الدولة، الدولة شو بها الدولة؟ الدولة مثل هي بحالها، نحن أمي الله خلقنا إسلام وأمرنا بالمعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما نحن بدنا نعالج حالنا، الدولة عليها تحاسبني. ذهبت رؤى ضحية التساهل في ضبط السلاح وسلم جسدها الطفولي الروح إلى خالقها. أشار النائب جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه البارحة قتلت الطفلة رؤى مظلوم بإطلاق نار خلال إشكال في بريتال، والقاتل سلم نفسه للقضاء
متسائلا هل سيعيد ذلك تلك الطفلة إلى الحياة؟ متى سيقتنع البعض في البقاع بأن السلاح في غير محله هو همجية وتدمير للذات قبل أي شيء آخر، مشددا على أن الدواء الوحيد هو بالأمن وقطع بعض الرؤوس؟ صدر عن أحزاب الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي البيان المشترك التالي: بعد استجابة السلطات لطلبنا نشر مرسوم التجنيس، وبعدما أكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن عددا من الأسماء في مرسوم التجنيس تدور حولها شبهات أمنية وقضائية، تتمنى أحزاب الكتائب والقوات والتقدمي الاشتراكي على رئيس الجمهورية إلغاء هذا المرسوم وأصدار مرسوم آخر يتضمن فقط الحالات الخاصة جدا ولأسباب إنسانية محددة جدا ومتوافقة مع مقتضيات الدستور اللبناني ومعايير منح الجنسية اللبنانية، خصوصا في الظروف الحالية التي يضيق فيها لبنان أصلا بسكانه. أفادت صحيفة الأخبار بأن فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تولى إعداد تقارير بالأسماء التي أرسلتها إليه وزارة الداخلية بخصوص ما ورد في مرسوم التجنيس، وقد تبين بعد التدقيق في السجلات اللبنانية النشر القضائية وفي ملفات الانتربول وجود شبهات ودعاوى قضائية بحق بعض المقترحين للتجنيس. وبعد ذلك أرسلت الداخلية نتيجة التدقيق الأمني إلى رئاستي الجمهورية والحكومة، وكشفت الصحيفة أن أحد الذين ورد اسمهم في مرسوم التجنيس مطلوب للإنتربول، يعني ذلك أن هذا اللبناني الجديد في حال بقي اسمه واردا في المرسوم الذي نشرته الوزارة أمس لا يكون قادرا على مغادرة لبنان. ولم يوضح أحد سبب اقتراح تجنيس شخص بهذه المواصفات وما هي الخدمات الجليلة التي قدمها للبلاد لمنحه هذه المكافأة، وأن الأمر لا يقتصر على مطلوب واحد، فبعض المشمولين بالشبهات التي تحدث عنها بيان الداخلية يتوزعون على لوائح أخرى ووجدت أسماؤهم طريقها إلى المرسوم. ولفتت مصادر متابعة للملف إلى أن المراجع المعنية كانت تعلم بوجود شبهات حول بعض الأسماء، لكنها تمسكت بالذين اقترحتهم. إلى ذلك قالت مصادر الداخلية أن إصدار البيان تم بالتنسيق بين الوزير نهاد المشنوق والرئيسين ميشيل عون وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل والمدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم. حول مسار عملية تشكيل الحكومة الجديدة وعمل الوزارات في ظل تصريف الأعمال، تمحورت لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة. أول الوزراء الحاضرين كان الوزير طلال إرسلان الذي رأى أن المعايير التي وضعها الرئيس عون للحكومة الجديدة ينبغي أن يلتزم بها جميع الأطراف كي لا تطول عملية ولادة الحكومة، وأضاف: أما إذا أراد البعض الاستمرار في الابتزاز فإن الحكومة ستأخذ وقتا أطول من المعقول ولا يكون تشكيلها سريعا. أما الوزير غطاس خوري فتداول والرئيس عون في الاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة، كما بحث معه في عدد من القضايا المتصلة بعمل وزارة الثقافة. ولفت الوزير خوري إلى أن رئيس الجمهورية مهتم بمعالجة الإشكالات التي تنشأ من حين إلى آخر فيما خص واقع الأبنية المصنفة تراثية. الوزير ملحم رياشي من جهته حضر إلى قصر بعبدة ووضع الرئيس عون في أجواء التشكيل وموقف القوات اللبنانية منها من جهة، وفي أجواء الاتصالات والمفاوضات التي أجرها والتي سمحت بتمكين اللبنانيين والمقيمين في لبنان من متابعة مباريات كأس العالم في كرة القدم عبر شاشة تلفزيون لبنان. عند الحدود مع فلسطين المحتلة في الجنوب اكتملت التحضيرات للاحتفال الذي ينظمه حزب الله في مارون الراس بمناسبة يوم القدس العالمي عصر اليوم. ويتحدث خلاله الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، كما يتناول السيد في كلمته الموضوع الحكومي وضرورة الإسراع في تأليف الحكومة. كذلك سيتحدث عن القضية الفلسطينية ومسيرات العودة، وسيتطرق إلى الأوضاع في الجنوب السوري فضلا عن قضية ترسيم الحدود في ضوء التطورات الأخيرة التي طرأت عليها. آلاف الفلسطينيين يتوافدون إلى الأقصى لأداء صلاة ظهر الجمعة الأخيرة من رمضان.
بدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين صباح اليوم التوافد إلى مدينة القدس المحتلة للوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الظهر في آخر يوم جمعة من شهر رمضان، حيث سمحت سلطات الاحتلال للرجال ممن تزيد أعمارهم على 40 عاما بالدخول إلى المدينة دون تصريح، وقد منع الاحتلال الأطفال الذين تفوق أعمارهم 12 عاما من الدخول إلى المدينة، في حين استطاعت النساء من جميع الأعمار المرور عبر الحواجز المؤدية للقدس التي احتشد أمامها الفلسطينيون الذين ينوون الصلاة في الحرم القدسي. وفي السياق، شهدت الحواجز والمعابر الرئيسة احتشادا كبيرا من قبل الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية الذين بدأوا الزحف صوب المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى، حيث أدى نحو 300,000 فلسطيني صلاة الفجر. وأعلنت الأوقاف الإسلامية إنهاءها الاستعدادات اللازمة لاستقبال نحو نصف مليون مصل في وقت شرعت فيه لجان الأحياء في مدينة القدس باستعدادات لتسهيل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى. وقد أكدت الأوقاف الإسلامية السماح للمصلين بالاعتكاف في المسجد الأقصى من اليوم حتى آخر أيام شهر رمضان، إذ سيحج عشرات الآلاف إلى المسجد الأقصى بالإضافة إلى أهالي الضفة الغربية، فإن أهالي القدس وأراضي عام 48 أعلنوا عن تسييرهم حافلات إلى المسجد الأقصى. في السياق ذاته، دفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية بالمزيد من قواتها إلى مدينة القدس المحتلة وداخل أرجاء البلدة القديمة تحسبا لوقوع مواجهات اليوم الجمعة في ظل أعداد المصلين الكبيرة التي اتجهت للمسجد الأقصى. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد رفع حالة التأهب والاستنفار على السياج الحدودي في محيط قطاع غزة، وذلك استعدادا لمواجهة التظاهرات المليونية المقررة اليوم. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن طائرات الاحتلال ألقت فجر اليوم آلاف المناشير التحذيرية عند السياج الحدودي مع قطاع غزة في سياق الحرب النفسية التي يخوضها الاحتلال لترهيب سكان القطاع من المشاركة في فعاليات المليونية. وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد رفع الاحتلال حالة التأهب في قطاع غزة عبر نشر المئات من عناصر القناصة على امتداد السياج الحدودي واستخدام فرق إضافية من الجنود من ألويات جولاني وجفعاتي والوحدة 401 إلى جانب جنود من الوحدات البرية الأخرى. في إيران انطلقت اليوم مسيرات مليونية حاشدة إحياء ليوم القدس العالمي وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة. ورفع المشاركون في المسيرات لافتات تستنكر الممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات التهويد الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في مدينة القدس. ويشارك في هذه المسيرات كبار المسؤولين الإيرانيين. يذكر أن قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني أطلق في عام 79 اسم يوم القدس العالمي على الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ودعا المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى إعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مثل هذا اليوم. وفي بغداد، قطعت القوات الأمنية جميع الطرق المؤدية إلى منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد بالكامل تزامنا مع انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي. بعد الفاصل، الصحة خفضت أسعار الأدوية. أهلا من جديد. حصلت في الأونة الأخيرة العديد من عمليات السرقة طالت كنائس ضمن محافظة جبل لبنان، ونظرا لما تركته هذه العمليات من أثار سلبية في مناطق حصول السرقة، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها بغية كشف هوية وتوقيف أفراد العصابة المذكورة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها هذه الشعبة تمكنت من تحديد هويتهم، وهما لبنانيان من أصحاب الصواب في عمليات السرقة وتعاطي المخدرات ومطلوبان للقضاء. وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت قوة خاصة من توقيفهما في محلة برج حمود وبرفقتهما فتاة على متن سيارة مستأجرة تستخدم من قبلهما في عمليات السرقة. وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مادتي الهيروين وحشيشة الكيف، وبالتحقيق معهما اعترفا باشتراكهما بتنفيذ حوالي 10 عمليات سرقة صناديق نذورات من داخل كنائس ضمن محافظة جبل لبنان بواسطة الكسر والخلع، وذلك بهدف شراء المخدرات وتعاطيها. وقد أودع الموقوفون القضاء المختص بناء على إشارته.
أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حصباني أن مراجعة أسعار الدواء تجري بشكل متواصل ودوري، كاشفا أن الوزارة خفضت أسعار 779 دواء منذ مطلع العام حتى اليوم. وخلال مؤتمر صحفي حول أسعار الدواء دحض حصباني المعلومات التي أوردتها جمعية حماية المستهلك حول 17 دواء قالت فيها أن أسعار هذه الأدوية في لبنان أغلى ب 700% مقارنة فيها في الدول المصنعة للدواء. هالجدول اللي شفناه انطرح بالإعلام يتضمن أخطاء كثير كبيرة وهو غير صحيح بمجمله. هالأدوية 17 اللي شفناها بالجدول وردت مفصلة إما غير مسوقة بلبنان، يعني مش موجودة بالسوق اللبناني أصلاً، ما بقى موجودة، التغت، أو ثمة خطأ في الأسعار المذكورة بالجدول. على سبيل المثال، دواء دوانيل 5 ميلي جرام غير مسوق بلبنان، أي تم إلغاء تسجيله من فترة طويلة. بيتا سيرك 24 ميلي جرام غير مسوق بهذا العيار بلبنان. تاكسوتير 80 ميلي جرام ورد بالجدول المتداول أنه سعره بلبنان من 834 ألف ليرة، فيما بالحقيقة سعره 749 ألف ليرة، وفيكم تشوفوا الأسعار على موقع الوزارة منشورين كلهم. أما في باقي الأدوية المطروحة بهالجدول فهي تصنع محلياً وليست مستوردة، وهي بتخضع لأسس تسعير خاصة فيها بعد ما يتم نقل المعرفة من الدولة اللي كانت تصنعها إلى لبنان لحتى يصير في معرفة أكثر بتصنيع الأدوية بلبنان. وإذا اعتبرنا أنه بعض هالأدوية اللي عم تتصنع بلبنان بأسماء كبيرة عالمية بس صناعة وطنية عم تكون بلبنان، يوجد أدوية جنسية لها، يعني نفس المفعول ونفس الجودة ويمكن بأسعار أقل من أسعارها إذا كانت أسعارها غير مناسبة للمواطنين. قام رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر بزيارة تفقدية للثانوية الحديثة اللبنانية في الحدث، حيث استقبلته إدارة المدرسة والهيئة التعليمية وطلابها استقبالا حافلا. ألقيت خلال الحفل كلمات للأشقر ولمدير المدرسة أنطوان كرباج. بعد الفاصل، إغلاق 7 مساجد وطرد عشرات الأئمة. أهلا بكم من جديد. أعلن مستشار النمسا سيباستيان كورتيز أن سلطات البلاد اتخذت قرارا بإغلاق 7 مساجد وطرد عشرات الأئمة الممولين من الخارج من الأراضي النمساوية بسبب انتهاكهم لقانون الإسلام. وأوضح أن هيئة الشؤون الدينية بالتعاون مع وزارة الداخلية أجرت تفتيشا واسعا، وعليكم تذكر تقارير حول الأطفال في الزي العسكري والتمويل الخارجي للأئمة وظواهر أخرى غير صحيحة موجودة في بلادنا، وأن الهيئة اتخذت قرارا بمنع عمل 7 مساجد أحدها تابع لمنظمة الذئاب الرمادية و6 مساجد تابعة للجالية العربية. في غضون ذلك سيطرد عشرات الأئمة لانتهاك البنود الخاصة بالتمويل الخارجي للقانون قانون الإسلام. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه طالما رأت موسكو مصلحة في بقاء قواتها في سوريا فإن هذه القوات ستبقى في هذه البلاد. وقال عسكريون موجودون هناك لتأمين مصالح روسيا في هذه المنطقة ذات الأهمية الحيوية، وسيبقون هناك ما دامت روسيا ترى مصلحة في ذلك وما دمنا نفي بالتزاماتنا الدولية. وأضاف: لا ننوي سحب القوات في الوقت الحالي. لا نخطط حاليا لسحب قواتنا العسكرية، نحن لا نقيم منشآت طويلة الأجل، لكننا في الوقت الحالي نحتاجها هناك، فهي تنفذ أعمالا مهمة لتأمين أمن ومصالح روسيا في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وسيبقى جيشنا هناك ما دام ذلك يصب في مصلحة روسيا. النكتة التي تقول إن روسيا قد أثرت في الانتخابات الأمريكية تعتبر هراء كليا، ولا يمكن حتى أن يطلق عليها نكتة.
إلى ذلك وصل الرئيس بوتين اليوم إلى العاصمة الصينية بكين، ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والمشاركة في قمة منظمة شانغهاي للتعاون. وأفاد مساعد الرئيس الروسي للصحفيين أن بوتين سيقوم بتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والثقافية، بالإضافة إلى اتفاقيات ستشمل الطاقة والفضاء وحماية الملكية الفكرية ومجالات أخرى. كما سيلتقي بوتين رئيس مجلس الدولة الصيني لي كي تشيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي تشان تشو. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كل شيء جاهز للقمة التاريخية التي ستعقد بعد 5 أيام مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، متعهدا بأن تكون القمة أكثر من مجرد صورة. ومن المفترض أن يعقد الرجلان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد الظهر في البيت الأبيض في قمة مجموعة الدول السبع في كندا. ومن المقرر أن تنطلق القمة التاريخية الساعة 9 من صباح الثلاثاء المقبل في منتجع سياحي في سنغافورة. كان في النشرة تشيع الطفلة رؤى مظلوم في بريتال. عم تلعب قدام الباب، شو صار معها؟ فجأة طلع رصاص ما لحقوها أهلها، ضلت بأرض ضغط. أحد الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس مطلوب للإنتربول. نصر الله يتحدث عصرا باحتفال يوم القدس في مارون الرأس. آلاف الفلسطينيين يتوافدون إلى الأقصى في الجمعة الأخيرة من رمضان. ختام نشرتنا، لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. ألقاكم في النشرة المسائية، إلى اللقاء.